السلام عليكم متابعي قناة حلويات أم هدى. اليوم غادي نحضر لكم كريم كراميل في الفرن. إلى عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة باش توصلوا بكل جديد. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبدأ على بركة الله. كنحتاج إلى نصف لتر من الحليب، ما يعادل 500 مليلتر، 4 بيضات، كاس العنباد سنيدة، 4 ملاعق سكر، الملح، مضاد نكهة الفاني كيعطيني حتى اللون، يمكن تعويضه بالملون اصفر. نبداو على بركه الله. كناخذ مقلاه كنوضع فيها السكر حتى تيولي لي، غادي نوضعه فوق العافيه حتى تيولي لي كراميليزي. هنا وضعتهم فوق العافيه كما كتشوفوا، غادي نخليه حتى يذوب على خاطرو وتكونوا مقلين العافيه، ما تجهدوش عليها بزاف، هي معوطه مع التحرك باش ما يتحرقش لينا. كما كتشوفوا بدا كيذوب لينا على هذا الشكل. هذا هنا من بعد ما دار لي السكر تماما بهذا الشكل هذا، كنزربو كنديروهم في زليفات اللي غادي ندخلوهم للفرن، فهاد كنحطوهم في هذا الاناء هذا كما كتشوفوا، او الكؤوس، وغادي نوضع فيهم ملعقه السكر. غادي نسرحو بهذا الشكل هذا. غادي ندير وحده اخرى في الكاس بهذا الشكل، وغادي نسرحو بقاع الكاس مزيان. غادي نستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا الكميه كامله. من بعد ما انتهيت من الكؤوس والزلايف اللي درت فيهم السكر، دابا غادي نوضع الحليب من فوق العافيه لدرجه الغليان. هنا حطيتهم فوق العافيه، غادي نوضع نصف السكر وغادي نوضع معاه لاغوم او المذاق بنكهه الفاني. وغادي نحركو باش يذوب لي فيه ديك، وغادي نخليه يغلي. هنا من بعد ما وضعت الحليب يغلي لي مع السكر ولاغوم، غادي نوضع البيض في الاناء باش غادي نطربو مع باقي السكر. وغادي نوضع لاغوم او المذاق، قليل من الملح، وغادي نطرب مزيان. هنا من بعد ما طرب البيض بهذا الشكل هذا، غادي نوضع الحليب اللي غليته، غادي نهزيه وغادي نطرب مزيان باش ما يتكتلش ليا. غادي ندير اخرى، ما تخويوش في دقه باش ما يطيبش ليكم البيض. هنا غادي نوضع الحليب كامل وغادي نضرب بهذا الشكل هذا. هنا غادي نصفيه في الصفايه مزيان باش نحيد التكتلات اللي عندي. هنا من بعد ما صفيت الخليط ديالي في الصفايه وحيدت منه ديك التكتلات، غادي نوضعه في زليفات لي وضعت سبق لي وضعت فيهم سكر كراميليزي. هنا من بعد ما كملت الكميه وضعت الماء يغلي باش غادي نوضحو في هذا الاناء اللاطه اللي غادي تدخل ليا للفرن. كنعاود ناكد الزليفات خصهم يكونوا قابلين يدخلوا للفرن. هنا من بعد ما غلى لي الماء نغليه مزيان، غادي نخويه في اللاطه حتى يوصلوا للنص. هنا من بعد ما خويت الماء غادي ندخلهم للفرن اللي يكون سبق لي شعلته لمده 40 دقيقه. بعد ما خرجتهم من الفرن حيدتهم من الاناء اللي كان فيه الماء وضعتهم في واحد الزويف تبردوا لي واحد شويه ودخلتهم للثلاجة. دابا غادي نقدموهم بهذا الشكل هذا. غادي ناخذ واحد كنمشي معها غيب شويه مع الجناب.
بعد ما حليتهم بالموس هكا بالجناب باش يسمعها مزيان في الجناب، دابا كناخذ واحد الطبسيل كنوضعو بهذا الشكل هذا، وتنقلب تنحاول نهبطها بشويه. بهذا الشكل كيجي هائل ولذيذ. غادي نقسم لكم بالمعلقه باش تشوفوا، كيجي على هذا الشكل، كيجي مذاق هائل ولذيذ. هذا هو الشكل النهائي، كريم كراميل في الفرن. الى عجبتكم الوصفه شاركوا في القناه باش توصلوا بكل جديد، والسلام عليكم.